تكونوا بخير وسعادة. وقبل ما تبدأوا الفيديو بتنسوا تضغطوا تحطوا لايك وسبسكرايب وشير واشتراك ويلا بينا على التحديث ويلا بينا يا جماعة على التحديث. شايف التحديث ده شكله بتاع المغنيين من شكله كده من بره جامد جامد جدا. فاحنا هنشوف الوقت معاكم عشان يعني شفت فيديوهات كتير قوي على التحديث ده ويلا بينا عشان نشوف. اول حاجة احنا ندخل على اللعبة. التليفون علق يا جماعة. ويلا بينا يا جماعة عشان نكمل بقى الفيديو. يلا يلا يلا. انت متحمسة قوي للتحديث ده؟ جدا. يا رب بس يكون حلو يا رب ويجيبوا لايك كتير. ويا جماعة لو انتم ما حطيتوش لايك ما عدتش هعمل الفيديوهات ابدا وما عدتش هنزل لكم القناة. وطبعا اسفة عشان ايه ما عملتش ما نشرتش فيديوهات بقالي كتير طبعا عشان ما كنتش بقى فاضية. احنا ما كناش فاضيين قوي قوي جدا جدا كنا بنذاكر. يلا التليفون ماله ده يا جماعه. احنا دخلنا اللعبه فاول حاجه هندخلها محل الهدايا طبعا علشان الحاجات بتكون فيه. فيلا بينا عشان نشوف. جامده جدا جدا اكتر حاجه جامده الصراحه يا جماعه. احنا ما شفناش يعني البتاع اول مره هنشوفها معاكم بس شكل البت ده هي دخلت وشافت الحاجة. انا شفتها من قبلك اهو. رجعتها مكانها؟ اه. لا تصدقي لا معرفش. ايه ده؟ يا جماعة ده اللعبة بتاعته باظت. انا اللي عملها لك كده. طيب ثواني يا جماعة هروح اصلح اللعبة واجيب. جماعة بصوا انا قعدت عملت اعادة وتعالى ما نشوف بقى اللعبة هتتصلح ولا لا. يا رب بس تتصلح عشان اعرف بس اعمل لكم الفيديو. طب بصوا يا ما صلحتوش انتوا جمال وهتردوا. لو ما صلحتش هنروح نشوف الحاجات التانية. اه يلا بقى ما ندخل على محل الهدايا. يا رب يكون اتصلح. قولوا امين يا رب. يا جماعة طبعا انتوا حاسين ان احنا طولنا عليكم قوي اصل احنا من زمان ما عملناش فيديوهات وانتوا كمان ما عدتوش بتحطوا لايك. يا جماعة يا لهوي عادي نعملها لها نعمل كده وخلاص هو محل الهدايا. يعني يا جماعة مش عارفة اعمل ايه دلوقتي فا انا همسح اللعبة واجيبها. ايه اللي جاي الحاجات دي هنا؟ يا لهوي يا جماعة الحقوني اللعبة بتاعته باظت. طب بصي سيبك من محل الهدايا ده جيبي اي لعبة تانية جيبي حاجات تانية. بصوا انا همسح اللعبة واجيبها من اول جديد وهاجي لكم. اول جديد ماشي. يلا واحد اتنين تلاتة. طبعا يا جماعة زعلانة قوي اسفة وبرضك اسفة جدا عشان اللعبة باظت. فانا هوريكم الهدوم بس علشان ايه محل الهدايا مش راضي يفتح ابدا. كنت همسح اللعبه واجيبها من اول وجديد ما كانش نافع خالص خالص خالص. بقول لكم لعبه اوكا بوكا دي فظيعه وفيها غلطات كتير وتودي بلاوي. هي يا جماعه هي حلوه شكل يعني الحاجات اللي فيها حلوه بس اللعبه يعني بقى يعني ساعات تكون بتخرج لوحدها من حاجه بتهنج الجهاز هي فيها حاجات زي كده. هي لعبة يعني هي حلوة يعني حلوة يعني بس هي برضو حلوة وشغالة حلوة قوي وبش بلعبش هي اصلا اللي هي صح. ما عندناش الا اللعبة دي ودي احلى لعبة. احنا اصلا بالثانوي ازاي احنا امي طلعت تقول ايه وانتوا بتلعبوا ازاي انتوا ازاي بتلعبوا اصلا من زمان ما طلعتش بدين مع سنة. ودي يا جماعة بنت خالتي عشان ايه تكونوا عارفين إيه اسمها جنان. وانا طبعا اسمي جنان سمع. لو طبعا انتوا تكونوا عارفيني لو انتوا اول مرة تتفرجوا على الفيديو فمتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من القناة. انا اصلا كنت بعمل معاها
كانت بتعمل. فاكرين فيلم سندريلا والورث اللي هو الفيديوهات دول كانت برضو عاملة معايا فيهم. فاللعبة بينا هنيجي التاني فهشوف وبعدين هبقى ارجع لكم. باي. يلا بينا يا جماعة الهدوم. يلا الهدوم الهدوم. سنة الشخصيات طبعا. فاحنا يعني كنت شايفة في التعريس شخصيات جديدة. بلاش نصنع شخصيات. مش هنصنع. احنا هنوريهم الهدوم. بصوا اول ما دخلت الجريدي. استنى. طبعا هنعمل لون بشرة حلو كده. بحب اللون البشرة دي. ايه نشوف الشعر. واو يا جماعة الشعر ده طلع فوق ولا شعري جميل جدا. جدا اجمل حاجة شعري لسه جديد. هو يا جماعة الشعر ده كان جاي قبل كده بس هم حطوه فوق بقى وحطوه للجميع اللي هو يعني مع اللعبة المتهكرة واللي مش مع اللعبة المتهكرة. شعر ده شعر صبياني. اللعبة المتهكرة دي وحشة جدا. لا ده طبعا حلوة. اللعبة مش متهكرة بيكون فيها ما فيش في قلبها بيوت اصلا. اللعبة واحد. انا اصلا ما بحبش اللعبة المتهكرة. انت غالي. ده طبعا يا جماعة ده شعر ولد ده شعر بنت وده شعر بنت على ما اظن. انت تقولي اللي هو شعر البنت واللي هو شعر الولد. شعر البنت ده اللي التلاتة اللي فوق ده التحديث. التلاتة اللي فوق بالتحديث ده شعر البنت. ده شعر البنت وده شعر الولد طبعا. وده بقى شعر مين بقى؟ شعر بنت برضه. فاحنا نعمل شخصية كده اي حاجة يعني. واحنا جمال جدا وحاجات الأمور دي يعني. فنجيب لها اي عين. اي عين اي بقى اي قلب حاجه. يلا يا جماعه عشان نكمل بقى نعمل البت. انا طبعا هختار البتاع ده. هتعمل ايه بنت؟ بنت. كنت عملتيها سمرة احلى. لا لا دي كده حلوه. يا جماعه اللبس ده صبياني وده هو مش عارفه هو هيلاقي الاثنين ولا لا. يمكن لقيت الاثنين وده صبياني طبعا ولادي يعني. ام ده يلاقي الاثنين صح؟ بس ده جامد جدا جامد. وده يلاقي برضو كل الاثنين. وده طالع صح ترند. حاجات دي طبعا. بس انا يا بنت في الصيف هما جايبين لبس شتوي. انا عارف هذا متحدث على متحدث على قديم. وشايفين يا جماعه شايفين يا جماعه ايه البلده دي هي حلوة. هي متحدثة على قديم؟ لا طبعا. بصوا على جديد يعني. بدل روعة. وبرده الفساتين دي تحفة شفتها. قولها لي كده. بصوا بقى. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. هو وصلتش باربي يعني. هو شبيه لباربي. بس روعة جدا. يلا يا جماعة نكمل. وفي ده تحفة عجبك؟ تحفة موت. قوي. وده تحفة تحفة تحفة. ده بقى ايه ده؟ ده فستان على جعفطة. شكله يضحك قوي. اول مرة تجيب لعبة تكبوك حاجات تضحك كده. تحديث قديم. لا هو جديد بس. يلا يا جماعة نشوف الهدوم دي. واو بدلة نوم. ادا جميلة جامدة. معرفش في حاجة تقول ايه. في طاقية صح؟ دي جديدة صح؟ باين. اظن. بتاعت بدلة نوم برضو بتاعت طقم. لا لا دي بتاعتها. جامد. دي حاجات جامدة. انتوا عارفين الفيديو ده احنا عاملينه تعبانين اوي فيه اوي. شايفين التاج ده؟ انتوا عارفين الفيديو ده سما دي قاعدة تتحايل عليا عشان اعمل معاها ترند. اصلا انا من زمان ما عملتش ترند. شايفين يا جماعه دي اعتقد اللي يليق على البدله. اعتقد ده بتاعته اصلا. لا لا هو كان تحديث زمان وده جديد. النضاره دي جميله جامده. هو تعمل نشوف الحاجات التانية. السماعه. واو كنت شايفها يا جماعه. ماي جاد. سيبها لها سيبها لها. استنوا بقى اما نلبسها طقم كده حلو واشخ. تلبسها ده؟ لا
ده حلو ماشي جميل جامد. طبعا يا جماعة انا عملت الطقم ده وجنى هتعمل للبت التانية، وهنشوف من هنا الاحلى، بس اللبس يكون من التحديث الجديد صح؟ صح. خدي وكل حاجة من التحديث الجديد. بسم الله. ابدأي تكي تكيت تختاري. او ماي جاد اعملها كبيرة. ايه انا هعمل انا البشرة؟ ايه يا جماعة هعمل البشرة، لون البشرة لا عايزة اللون ده وفتحة جدا، لا ده فتحة جدا، بحب الحاجة البيضة. وبعدين انا هعمل المناخير الشكل ده عشان الشكل ده طلع جديد ترند برضو. اعملي بشرة ايه؟ اعملي بقى الحواجب. هو ده ولد ولا بنت؟ إيه لو انت عايزه تعملها بنت تعمليها. لو انا هعملها بنت انا عايزه الشكل ده. واو شعر حلو. لا بصي احنا نختار من الثلاثه دول. ماشي الشعر بقى لونه اصفر. طبعا يا جماعه بتاعت الاولانيه وبتاعت جنى دي. يلا اعملي العينين حواجب. انا عايزاها اللون ده. الحواجب لونها تكون اصفريقه، بحب اقول اصفريقه. وانا عايزكم يا جماعة انا اول الترندات اللي فاتت دي كان ترندين، كنت بتاع الورس وسندريلا ده انا كنت عاملاه معاها وما عملتوش لايكات. انا بقى النهاردة بقى عايزكم تعمل لايكات، لو ما عملتوش ما عدناش هنعمل لايفات دي تاني. الطقم ايه؟ لا باخد من فوق ده وده من التحديث. بس هوري و ده وده ده تحديث. ده حلو قوي. مش يعني ده يعني واو او ماي جاد جامد. عندك فساتين؟ فساتين بنشوف الفساتين. الله 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 دي جديده صح؟ لا من اول دي ودي ودي ودي. صراحه الاسود عجبني قوي ده. يعني هجيبه. عايز اي حاجة على الدماغ؟ هجيب بقى حاجة على الدماغ. ايه في الطاقية دي؟ ده مش عجباني، هسيبها. في السماعة؟ السماعة عجباني. يا واحد فين؟ لا السماعة حد يجيب السماعة واشيل بقى الطاقية. يا بنت استني الطاقية. بيت الطاقية. ايوه انت جامد. كل دي حاجتي. خلاص خلصتي؟ جماعة قيموا بتاعتي ولا بتاعت جنى؟ بتاعتي الأولانية وبتاعت جنى التانية، فقيموا ماشي؟ بتاعتي اللي لابسة سماعة أنا جنى، اللي لابسة سماعة اسمها جنى، واللي مش لابسة حاجة مش لابسة سماعة اسمها سماء. فعايزين رأيكم في التعليقات، ويكون ده فيديو النهاردة. وباي وباي. وأسفين طبعا عشان التحديث.